قناة الدراما المغربية. حبيبي بخير، صحة لاباس؟ ما فين هاد الغبور يا اخي؟ ما كتفكرش شي خطرة تجي عندنا هنا ليفران؟ اييه ايوا هو الصحيفة ديالك كتمشى مزيان؟ هائل هائل. ايوا سيدي، شكرا على المكالمة. نعم اييه، تفضل تفضل. ايه واش غادي نقول لك يا اخي، هذا شغل المخرج. واخا قول لها تجي عندي وانا غادي نقدمها للمخرج. هذا ما يمكن لي نعمل. تعرف المخرج هو اللي كيوزع الادوار، هو اللي كيعرف شنو كيدير. طيب اسيدي، شكرا، مع السلامه. يلا افتح الباب، اش كتسنى؟ تاكسي. طلع على لا، طلع على لا، على الأقل افتح الباب. أنا جنجير ممثلة وجيت باش نشارك في واحد الفيلم. عرفتي كوزاك ديال الخبر الصحافة؟ كان خاصهم البوليس باش يخرجوني من هنا. وليني باين فيك ما كتدخلش للسينما. شوف قدامك ما دخلت شي حد. شكرا.
فايت لي شفتك في التلفزيون. انت هي الممثله اللي تكلمي عليها السي العربي. انا جنجاه. اه تفضلي تفضلي. الجرده ديالك مكرفصه بحال الجرده ديالي في ازرو. الجرديني ديالك مات. تفضلي تفضلي. اه تفضلي تفضلي. رائع، برافو برافو. جمال وبساطه ونظافه. احنا الفنانه عندنا ذوق متميز. كتعيش بوحدك في هاد الفيلا؟ تقريبا. احنا الفنانه صعيب علينا نرتبطوا بشي حد. السي العربي قال لي باللي انتي ممثله. طبعا ممثله. اعتذري لا عمري ما شفتك في شي عمل فني. اشنو سبق لك مثلتي؟ باينه فيك ما كتمشيش للمسرح. اعتذر مره اخرى، بلاش غتكون متعبه من السفر. تفضلي تفضلي ارتاحي. هكذا اصبحت كاتبا. انت كاتب وانا ممثله. نحن ايضا سقطنا في الدوامه. كنت استيقظك الاطفال فاغني. كنت احبك وأحلم بالشهرة. والآن الآن عما كنت أتحدث؟ الآن أفهم وأعرف أن المهم في عملنا سواء فنانون أو كتاب ليست الشهرة ولا البريق، ليس ما كنت أحلم به، لكن المهم هو القدرة على الدوام. أنا أعرف وأؤمن، لذلك لا أتألم بتلك الدرجة. وعندما أعرف دوري في الحياة فإنني لا أعود أخشاها. كي جيتك؟ مصيبة. زعما ممتازة ممتازة. هذه مقطع من مسرحية النورس لتشيكوف، لعبت فيها دور نينا مع المخرج جواد الأسعد، ولني تخلى عليا في آخر لحظة وعوضني بواحد الممثلة من درجة رابعة، والنتيجة كان فشل المسرحية، ونهار العرض ضربوهم الجمهور مطيشة. جنجة جنجة، هذا هو الاسم ديالك الحقيقي؟ هذا اسم الشهرة. اسمي الحقيقي هو فاطمة الصفر. ومناش كتعيشي؟ كنعيش 100% من المهنة ديالي، ما كندير حتى حاجة أخرى. لكن غير زعما المهنة ديالك الفن في هاد البلاد ما كتعيش. أنا مغنية وممثلة. أنا الورقة المسكينة اللي سقطت من العرش، وصلت يابسة يابسة وحزينة، راني هيما ما نعرف. تبارك الله عليك تبارك الله. شكرا. تبارك الله. ممكن غني حتى لوبيرا. لا 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 لا. تبارك الله عليك، أنا دابا تيقنت باللي عندك صوت هائل وعندك نبرة صوتية هائلة. شكرا. غير إذا سمحتي دابا راني نتشتي لقيتيني مشغول شوية وكان جبت شي حويجات وما بقى لا والو باش نمشيو عند المخرج. درنا معاه دابا ساعتين نكونوا عنده. إلا جا على خاطرك غتمشي ترتاحي شوية، ها؟ ولا ديري قضية، يمكن لك تخرجي شوية وتشوفي المدينة في هذا الوقت كتكون هائلة. أنتم الكتاب عندكم وقتكم محسوب، ما بغيتيش تسمع قصة حياتي. عرفتي تكتب رواية رائعة تبكي بها القراء. عرفتي انا عشت حياة. لا لا كنت تقرا ان شاء الله غادي نخصص لك واحد الوقت باش تجي عندي وغادي نتصنت لك بامحان ويمكن كاع نكتبوا هاد القصه ديالك تكون روايه او مسرحيه او نعملوها كاع سيناريو ديال فيلم. فين هو الحمام؟ الى خرجتي على اليسار. الو سي العربي. هي هي جات. قولي اخي اش هاد الكريده هادي صيفطتي ليا؟ واش هادي؟ واش هادي ممثله ولا حمقى ولا شنو؟ واش ها؟ لا على محل. شوف انا لا لا دابا شوف دابا اللي عطلها عطاها انا غنقدمها للمخرج وديك الساعه يدبر معاها.
الله يعينك. اش كدير؟ لا كنكتب شي خواطر والسلام. كنت عارفك غتكون تكتب. قريتي هاد الكتب كامله؟ تقريبا. هذا ولدنا؟ لا هذا ولدي انا. ولدي هذا ماشي ولدنا. وفين هو دابا؟ كيعيش مع امو. اذا انت مطلق؟ تقريبا. وكتحب؟ معلوم كنحب الحياه، كنحب الناس. وانتي؟ انا غنعترف لك واحد الاعتراف خطير. انا كنحب الجريمه. انا امراه تحب الاجرام. كنحب نقتل بهاد اليدين هادو اللي كتشوف. هائلة هائلة، تبارك الله عليك تبارك الله عليك، انت هائلة، عندك تشخيص في دمك. تبارك الله عليك. انا متيقن دابا باللي الا شافك المخرج غادي يكون معجب بك، ويمكن كاع يعطيك دور البطولة. خصك تحكي لي على دور البطولة. لا نحكي لك باش يمكن لي نتقمص الشخصية ونفاجئ المخرج. معلوم غادي نحكي لك على دور البطلة ونحكي لك كل شيء وحنا في الطريق. يا دابا سيري سيري وجدي راسك سيري. جنجة جنجة تفضل يلا غادي نمشيو. السلام عليكم. اهلا مرحبا مرحبا بالاستاذ ديالنا كبير. اهلا وسهلا. اهلا كنقدم لك جنجة ممثلة ومغنية. ايوا تفضلوا بعدا جلسوا معنا. جنجة جات باش تشارك معكم في هذا الفيلم ان شاء الله اللي غتصوبوا. شوف الله يخليك لقيتي لها شي دور اللي يناسبها. ولكن استاذ رحنا هذا الاسبوع غنبداو التورناج. على بركة الله. شوف أستاذ الكاتب اختارني باش نلعب دور البطولة في الفيلم ديالكم، ودابا خاصك باش تعطيني السيناريو باش نشتغل على الشخصية. جنجة الله يخليك، شوفي دابا المخرج هو مول العمل، هو اللي مكلف به وهو اللي كيقرر. أنا دابا راني أصبحت خارج الموضوع. فعلا بطبيعة الحال. تفضل تفضل. لا لا إلا سمحتي راني عندي شي شغل. الله يخليكم أستاذ. سيبدو ذلك غامضا ويصعب شرحه، حيث أتأرجح على الحافة وتناديني الهاوية. يخيلئ لي أنه في لحظة سقوطي سينبت من مسام ريش ملون، من شطور نفسي سيطلع الريش مزدهرا ومكتملا. أستاذ أستاذ شكون هاد جلجة؟ شكون عارف؟ هذا شي واحد صاحبي من ازرو صيفط لي قال لك ممثله. انت شوف اللي يمكن لك تصلحها في شي دور والسلام. ولكن انا ما بقى عندي حتى شي دور، وزيدون هذيك ما عندي ما ندير بها. ما تراه العين مني هو سريرتي، وسريرتي هي ما تراه العين مني. مالكم ما كتصفقوش؟ اش كتضحكي انت؟ حنا الفنانه بيناتنا غير حسد. يا واش غادي نقول لك شوف كيفاش تفك مع الجره والسلام. ايوا
شفتي المشهد اللي درت من مسرحية طقوس الإشارات والتحولات؟ شفتو. لما كنتي شفتيه نعاوده. لا بلا ما تحتاجي، تبارك الله عليك. وكنعرف نغني، عندي صوت رائع. لا لا بغيتي تغني سير الاذاعه. واش الوقاحه؟ انت ما كتحترمش الفن. لا كنتي فنانه سير الاذاعه ولا التلفزيون، هذا محل محترم ما عندكش الحق تدخل له، تيدخلوا غير الناس اللي مخيطين فيه. اسي علي صافي، خليني انا غنتكلم فيها. اجي اجي. اسمعي يا جنجر، انا معترف بالمواهب ديالك الكبيره، ولكن كنعتذر جيتي شويه مؤخر على الفيلم اللي غادي نصور، انما حيت الممثلين راه كلهم خدوا الادوار ووقعوا العقود، ولكن كنوعدك ان شاء الله الفيلم ماجي غادي نعطيك البطوله كي جيتك. وليني انا الكاتب هو اللي اختارني باش نلعب دور البطوله، ولا غيرتي رايك انت براسك غطير. المخرج اللي عطاهم الله في هذه البلاد. لا لا لا، راه الكاتب دابا هو انا، راه ما بقاش الكاتب هو مول الفيلم. الله يخليك، انا ما بكيت ساعه اخرى وخلينا نشتغلوا. وانتوما يا التافهين يا جماعة الحشيشية، أنا رضا نلعب معاكم انتوما بعدا. أنا جنجاه اللي كل شي كيبغيها وكيحبها، واللي لعبت الشهر في مسرح العسكر بصوفيا. بعدا ما رضاش بيكم، شكون اللي يعرفكم ولا اعترف بيكم؟ وانت انت مخرج، انت شو ما بقيتش تف الوقفة بحال الناس. أيها المخرج التافه، يا من زرعت بدرتك في أحشائي وألقيت بي على الرصيف، أيها المنهزم، أتنكر أنه ابنك؟ أيها المنهزم، لماذا تقول أنك قبلت الأرض التي أمشي عليها؟ أنا يجب قتلي، أنا نورس، لا ليس هكذا، أنا ممثلة، نعم أيضا أنا أمثل بالإبداع بالاستمتاع. أنت شي على الخزنة، وأنت شي بالاستمتاع. أنا ممثلة. هذا واحد باين كيقدر الفن والفنانة. العفو على الله، ولكن هذا الفضاء ماشي ديال الفنانة، البطاقة ديالك الله يخليك. أنا جنجاه كلشي كيعرفني، ما محتاجاش البطاقة. أنا بعدا ما كنعرفكش. الله يخليك، واش عندك البطاقة ديالك ولا ما عندكش؟ لا ما عنديش. إذا خاصك تمشي معنا. جيب لي الساك أنت، وأنت هز المونطو. والله الا درتيها مزيانه ملي هنيتينا منها. الحمد لله. الحمد لله. ايوا وكتكرفسوا على الفنانة.
حشا حنا الفنانة عزازة علينا، ملي كيجي شي واحد فيهم باش كيقضي شي غرض كنتهلاو فيه. المشكل ديالك هي ما جبتيش لاكارت ناسيونال. شنو سميتك؟ فاطمة الصفر. اسم الشهرة جنجاه. سميت باك؟ سميت باك؟ محمد. من عبد السلام. سميت امك؟ رقية. بنت من؟ بن عيسى. في كتكلي؟ أزرو زنقة المسيرة رقم 35. شنو هي المهنة ديالك؟ سبق لك قلت لك بأنني فنانة. أنا عارفك فنانة، ولكن فنانة فاش؟ ممثلة ومغنية. نسمعك شي مقطع. توبيسيتو. شنو آخر فيلم صورتي؟ هي في الحقيقة ما شاركتش في شي فيلم مؤخرا، ولاني تلقيت تدريب خاص. وفين؟ باريس، بلد الجن والملائكة. شنو العنوان ديال هذا المعهد؟ كثرتي عليا في الأسئلة، كتكرفسوا على الفنانة. إيوا 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 الله يخليك، احترمي سعادة الضابط، وزيدوا حنا هنا كنديروا غير خدمتنا. جاوبي على قد السؤال. إمتى جيتي وفاش جيتي؟ اليوم تاكسي كورسا. جمعت شي حد؟ جيت بوحدي. فايتك متزوجة؟ شنو الاسم ديال راجلك؟ محطير. باقا مزوجة به؟ هادي 4 سنين فاش اختفى وطلقتني المحكمة منه. عندك شي ولاد؟ لا، ساليتو نقدر نمشي فحالي. هاد تسني واحد المحضر وغادي يمكن لك تمشي. نوضي اجي اجي تسني بيبي. واسمعي مرة أخرى وليت هزي معاك لاكارت ناسيونال. نقدر نمشي؟ سعادة الضابط تفضلي. جنجاه إلا بقيتي كدوري هكا غادي يجمعوك مازال، أنت ما عندكش لاكارت. أنا في أزرو ما كنحتاجش لاكارت، كلشي كيعرفني. هادي راه إفلان ماشي أزرو. بعد المرة إلا عاودتي درتي الفوضى راه غادي تجي تباتي هنا. يلاه يمكن لك تمشي. الو العربي، شكون هادي جنجاه. المهم ايه مشيت عند الكاتب وداني عند المخرج، شتو لا ما عطانيش دور البطوله، ودابا عجبك الحال ما عنديش في البيت. عاود عيط ليه في التليفون. صافي غتعيط ليه؟ يلا صافي بسلامه، انا عاود نتصل بك غدا. سلامه. بلا ما تخلي بلا ما تخلي. بس سبعني انا جد متاسف بزاف على داكشي اللي وقع في النادي. شتي شنو وقع؟ جيت نمثل فيلم صدقت داخل الكوميساريه. الله ينعل بولفن. لا ما تعيرش المسرح، راه هو ابو الفنون. على كل حال ما ديري في راسك والو، انا باقي على وعدي، غنقدمك للمخرج صاحبي وتقدري تمثلي معاه. راه عنده تصوير دابا وما عندوش كور ميتراج، عنده لو ميتراج. تبقاي تمثلي حتى تقامي. ما بغيتش نمثل مع حتى شي عربي، الله يشويني فيهم هما والسينما ديالهم. بلا ما تقلقي دابا شنو باغي ديري؟ غادي نمشي عند الكاتب داك الويل. هو اللي سبب لك في الفضيحه غتمشي عنده. ما هزاش معايا لاكارت، ما كومشي لشي اوتيل. وانا بابي مفتوح لك وتقولي وطيري. لا شكرا. وما تخلينيش نلح عليك بزاف. لا بلا ما تلح، خليني غنوصلك. يلا واخا زيد. مدينة جميلة، وانت غتمشي وما شفتي فيها والو.
واش من شلالات واش من وديان واش من سي دوماج. انا ما جيتش باش ندير السياحه. اما الدار عندي واو 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 كلشي بالعود. شميني واش من سخونيه. وغنوريك واحد ديزالبون عندي مع ممثلين كبار امريكيين وصبليون خسارة غتمشيو. صافي بركه من الهضره. وقف 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 هنا. انا فين ساكن الكاتب؟ اي في هاد الزنقه. ما تنسيش غدا ما تدويش معايا في التليفون. الا بقيت هنا نتصل بك. لا جيب لاتي كيف كانت بيزيد دي. يلا بسلامة. وكيف قلت لك الدعوة راه مفتوحة مرة أخرى. بدلتي رأيك راه وراه بلا لاكارت. وصلني اليوم خبر على أن ولد ميمي موجود في المدينة، لهذا كيخصكم تشددوا الحراسة على جميع المناطق اللي ممكن يكون فيها. والله يخليكم ما تضيعوش الفرصة باش تلقيو عليه القبض. يقدر كل بغيت نعرف هو يدور ميمي لاش راجع للمدينة هو عارف نحنا كنتسناو فيه. جاي باش يتسامح مع باه. لا الباه باه مريض كيموت. حبس انت سي جميع الجرائد نطلع الخبر ديال القبض ديالنا على المجرم الخطير والميمي وفي الصفحه الاولى وفي العود ما يديروا الصوره ديالنا حنا اللي قبضنا عليه دايرين الصوره ديال المجرم. مالك بغيتي الممثل ويلي قاعد ازهر عقلتي على هذه. ماشي ماشي هذه ديك الممثله ومستير ضربات مع المخرج. هي هذيك قرا قرا. في مدينة أزرو عثرت الشرطة في حديقة فيلا بحي المسيرة على رفات بقايا جثة رجل كان الكل يعتقد أنه اختفى منذ 5 سنوات، أما الآن فقد حمت شكوك حول من كانت زوجته قيد حياته وتدعى فاطمة الصفر. جنجة. وهي بدورها اختفت منذ سنة، ولم يكن لهذه الجريمة أن تفضح لولا استرجاع صاحب الفيلا لفيلته بعد اختفاء فاطمة الصفر. اما رفات الزوج فقد اكتشف صدفه لما كانت الاعمال الجاريه لتحويل الفيلا الى عماره. دابا عاد فهمت علاش كانت تبنى شويه. في الغالب غتكون هي اللي قتلت راجلها ودفنته في الجرده ديال الفيلا. ايه ولكن على حسب المقال ديال الجريده راه هذه عام حتى هي باش اختفت. عندك الحق. جنجة حسب الشرطة ديال أزرو هاد السيدة قبل ما تختفي
قالت شي ناس على انها غادي تجي لهنا لإفران باش تصور شي فيلم. نهار اللي جات باش تصور تخاصمت مع المخرج ديالها، عيطوا علينا ما كانش عندها لاكارت ناسيونال ديالها وحنا نجيبوها لنا. درنا لها اثبات الهويه وطلقناها. اذا عندكم راس وخيط طلبوا المعلومات الكافيه من الشرطه ديال الازرو. نعول عليكم. كون علينا مسي. نعول عليكم. هذه أربع المرات فيها كتدخل سبيطار الحماخ. قبل ولا من بعد ما قتلت راجلها؟ سيرون غابور قبل ما تقتل راجلها. على كل حال الغبرة ديالها ما عندها علاقة بالموت ديال راجلها، وما خرجتش من دارها حتى واحد ما غايشك فيها. من هذه اللقطة خصها تبدل الكذبة ليا. واخا قول لي تفضل. نجيب لك كاسيت ونجي؟ واخا اهلا. السلام عليكم. مرحبا. تفضل. كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. ايوا كاين شي مقدم؟ ظهر لي بحال اللي ما قلتيش عليا. سبق لينا تلاقينا من قبل. يمكن سبق لي شفتك. اجي ما تكونش ديك الليله فاش كانت عندنا ديك الممثله ودات لنا شويه ديال الصداع. تماما. والفيلم ديالكم فين وصل؟ باقي شويه معطل ولكن قريب نشوفوه. يلا يلا تفضل معايا للمكتب ديالي تما نشربوا شي قهوه ونهضروا على خاطرنا. تفضل. صباح الخير. لا صباح الخير اسيدي. كاين استاذ؟ ايه كاين. شكون اللي بغاه؟ قول لي يقدم الضابط يقدم. واخا تفضل اسيدي. انا غير نعيط الاستاذ يجي يشوفك. واخا. اهلا اهلا. اهلا. لاول مره كيزورني في البيت ديالي شي انسان شرطي بحال سيدتك. دائما كيجيو عندي غير المفكرين والادباء والفنانين. تفضل تفضل. اسمح لي كنقدم لك السيده مراتي عواطف. تشرفينا. لله تشرفنا سيدي. ايوا تبارك الله عليكم يا استاذ. الكتب ديالكم رائعه. شنو قريتوا ليا؟ يا في الحقيقه قريت شي حويجات ولكن ما بقيتش مذكر.
وشنو اسباب الزياره ديالكم؟ ماشي شي حاجه مهمه. دار واحد السيده سميتها فاطمه صفر، راه كانت جات لعندكم باش توسطوا ليها مع داك المخرج الصديق ديالكم. مع من كتعاملوا؟ هي هذا واحد السيد صديق ديالي مخرج، كان خدا واحد الروايه من الروايات ديالي واقتبسها للسينما. عاد كي جيت من عنده وقال لي بلي راه قدمتيها ليه. ايه ولكن على ما كنظن ما اشتغلتش معاه، حيت هي شويه فعلا راه كان دارت لهم فوضى في واحد الكلوب وحنا كنا دخلنا. يمكن في خباركم هذه القضيه؟ لا لا انا عين ما نضيع لكش بزاف من وقتك. اللي بغيت نعرف هو شنو هي العلاقه ديالك مع هاد السيده هادي؟ ما عندي ما حتى شي علاقه، لا من قريب ولا من بعيد. كل ما هناك واحد السيد صديق ديالي صحفي من ازرو اتصل بيا باش نتوصل ليها لهذا المخرج هذا باش تشتغل معاه، لا قل ولا اكثر. ولا سمحتي هاد الصحفي شنو الاسم ديالو؟ اسمه سيدي اسمه العربي الوزاني. العربي الوزاني. علاش مال هاد السيده شنو مشكل عندها؟ ما تخبركمش شنو وقع؟ لا هاد السيده من نهار اللي جات الافران ويا تغبر. قولي يا استاذ نهار اللي جات لهنا فين استقبلتيها؟ استقبلتها عندي هنا في الدار واحد نص ساعه، ومن بعد خديتها مشيت قدمتها لهذا المخرج هذا. وما عاودتش شفتيها من بعد؟ ولاش غادي نعاود نشوفها الله يهديك. وسيدي غتسمح لينا هذه فرصه سعيده. فرصه. السيده مراتي غتوصلك حتى الباب. استاذه عواطف وصلي السيد عافاك. شكرا استاذ. الى اللقاء. شكرا. قولي لي يا استاذه نهار اللي جات ديك السيده عندكم هنا كنتي هنا في الدار؟ ما عرفتكش على من تتكلم. هذيك السيده اللي مصوره في الجريده عندكم في الصاله. لا سمح لي الجرائد رجلي هو اللي تيقراهم، اما انا غير كنصفحهم وصافي. واخا شكرا. ماشي لا عنكم في الساعه. هما كاين كروب اللي في خبرهم القضيه ديال الجنجه ولو لقينا الجريدة عندهم في الدار. يا ولكن اسمح لي يا قضاء، راه ماشي كل الجريدة عندهم في الدار هم كيقراو كل شيء اللي فيها. بالعكس هما ما شراو ديك الجريدة غير باش ياخذوا الخبر على الجنجة، لأن ديك الجريدة مختصة في الجرائم وفي الفضائح. بيني وبينك سافاي، لأن لي زانتيليكتويال نورمالمون ما كيقراوش بحال دوك الجرائد قليل. إيوا شفتي شنو بغيتي تتخلص من هادشي؟ إلي أونكور تخو تو بور سا. لم يكن بإمكانه النهوض ليتطلع إلى أجواء ذلك الصباح الخريف، لكن شيئاً ما دفعه للنهوض. كان ينهض بتتاقل يتوجه إلى النافذة، وإذا بعينيه ينبعثان منهما بريق حزن، وكأنه مشدود بشيء ما يقع بالخارج. يمعن النظر أكثر وأكثر، لكن بالخارج لا شيء يذكر. شنو درتوا معايا؟ خدينا الاقوال ديالهم ودزناهم لتحت. السيد العربي الوزاني مدير جريدة الشرق بغى يشوفكم مع ناس. قولي تفضل. تفضل. السيد الضابط يقدر؟ أنا العربي الوزاني مدير جريدة الشرق. بطبيعة الحال هي جريدة محلية ولكن كنتمناو أننا نردوها لجريدة وطنية. تفضل هذا العدد الأخير ديالنا. مزيان ولكن عرفتي علاش جبناك لنا؟ كنظن حيت عندي علاقه بالاخت فاطمه الصفر ممثله.
انتما كتبحثوا على الملابسات ديال الاختفاء ديالها. تماما. تفضل. راه قال لك تفضل. شنو الاخبار اللي يمكن لك تقول لينا عليها؟ ماشي شي حاجه مهمه. اللي كنعرف انها اختفت هذه السنه، اضافه انهم لقاو الجثه الرفات ديال الزوج ديالها مدفون في الحديقه ديال المنزل ديالهم. وانا اتصلت ببعض العناصر ديال الشرطه باش يعطيوني شي معلومات، لانه باغي نكتب واحد المقال نحل به اللغز ديال هذه الجريمه. كونك صحفي هذا شيء، ولكن انت دابا طرف في هذه القضيه هذه، لانك تعرف السيده. واش كتعرف الزوج ديالها؟ لا لا، كان اختفى هذه عام قبل ديك الساعه فاش تعرفت عليها. كيفاش تعرفتي عليها؟ بطبيعه الحال اللي في الجريده ديالي عامل واحد الصفحه خاصه بالمواهب، وهي ملي سمعت الخبر جات لعندي وجابت لي الصوره ديالها وبعض المعلومات باش يعرفوا هاد الناس ديال التمثيل وتشهر شويه. ومن بعد؟ من بعد بقينا اصدقاء، كتزورني في المكتب. سي العربي، بلاش كنت مزوج؟ طبعا، وعندي ذكرين وانثيين. شوف السي العربي، إذا ما بغيتيش تبقى مجرجر في هذه القضية خاصك تكون صريح معنا. أنا راك صريح جدا وكنتعاون. إذا فين كنتي كتلاقى معها؟ في المكتب أولا، وفي بعض المقاهي المحترمة ثانيا، وفي ثالثا في الدار في بعض الأحيان فقط. أستاذ، إذا طلبت منك ترسم لي الشخصية ديالها بشكل واقعي، شنو يمكن لك تقول؟ طبعا باش نرسمو صورة واقعية، هي إنسانة مضطربة ولكن هي مرحة، أنا معجب بهذاك المرح ديالها، إضافة لأنه هذاك الاضطراب السلوكي اللي عندها شوف قدامك كيخليها أنها تشوف الواقع على أساس أنه خيال وتشوف الخيال على اساس انه واقع، وهذا يمكن هذا الاضطراب هو اللي خلق، يمكن حيت لقاو الجثه ديال الزوج الرفات ديال الزوج ديالها في المنزل ديالهم مدفونه. اذا السبب هو قتلات راجل زعماك؟ ممكن، ممكن جدا، لانه الاضطراب والسلوك الاضطرابي اللي وقع عندها هو لاخفاء الرعب والخوف من هذه الجريمه. دابا ما عندكش فكره فين يمكن تكون مشات؟ مع الأسف وكتستغرب. وما سبقش ليها غبرات مدة طويلة بحال هكذا؟ لا، يعني أسبوع على الأكثر. آخر مرة اتصلت بك وقتاش؟ الوقت اللي صيفطت لعند السي إدريس اتصلت بيا، لأنه وقع لها شي مشكل مع ذاك المخرج، وبطبيعة الحال قالت لي راه ما عندهاش البطاقة الوطنية وما كاين حتى شي وطن اللي يدخلها، إذن قلت لها سير عند سي إدريس. وباتت عنده؟ لا، اتصلت به في النهار الاخر اللي اطمئن عليها وقال لي باللي ما جاش لعنده. وما بقاتش عاود اتصلت بك مره اخرى؟ بقاتش اتصلت بيا. داك صاحب الكاتب وقتاش شتيه؟ سي إدريس الله يودي، وقال لي باللي راه جيتو لعنده وزرتوه في الدار. اسمح لي. باقي هنا في إفرن؟ واحد الاسبوع. الا بغينا نتصلوا بك فين يمكن نلقاوك؟ انا مقيم في فندق السلام. الله يعاونك يا سي العربي. السلام. أهلا سي شكيب، ضابط قدام. الله يخليك إلا ما تعطيني الأسماء ديال الممثلين والممثلات اللي كانوا ذاك النهار اللي جا عندكم سي إدريس الكاتب هو وجانشان. غتكونوا في المركز السينمائي؟ حتى هذه فكرة. الله يعاونك أسيدي. اللغز كله كاين في الوقيتة اللي خرجت جانشان من عندنا من الكوميسارية. اتصلت بالصحفي، الصحفي اتصل بالكاتب وطلب منه باش تبات عنده، ولكن هي ما عمرها وصلت عنده ديك الليله.
إذن فين مشات؟ ديك الوقيتة عبر لها الأثار. أنا كنشوف إذا كان اختفاءها عنده علاقة بالجريمة، في هذه الحالة يمكن لينا نفكروا في الصحافي أو في مرات الصحافي. هذا إذا كانت الجريمة عندها علاقة بشي أطراف أخرى مجهولة. أنا ما كنفكرش في الجريمة، باسكو نيا با دو كادافر. اللي كيهمني هو فين مشات ديك الممثلة اللي خرجت من الكوميسارية. بونجور سلام. سي قداك بغيت نشوفك أستاذ؟ أه مرحبا، شكرا. شكرا. أهلا أهلا، كي دايرتي؟ الحمد لله بخير. الله يرضى عليك. الحمد لله بلاتي. ها هي هذيك اللائحة اللي طلبتي مني وشتها لك. شكرا. سي قدان من الشرطة، واش باقي متذكر ديك الليلة فاش كانت عندنا ديك الممثلة اللي دارت لنا ديك الفوضى؟ كيف بقات ديك السيدة مسكينة؟ الحكاية ديالها عجيبة وغريبة، ما كرهتش تكون هي الفيلم ديالنا الماشي. أنا بحال بانت ليا في شي صفحة ديال الحوادث، قتلت راجلها ودفنته في الجردة، بحال هادشي. النهار اللي جات لعندكم ودارت ديك الفوضى، ماتلاتش بنت، ما عندكمش فكرة فين يمكن لها تكون؟ لا، من ديك الليلة ما بقينا شفناها. الله يخليكم، إلا كان عندكم شي أخبار عليها ولا عرفتوها فين كاينة، حاولوا تتصلوا بنا. سمحوا لنا الإزعاج. احنا في الخدمة. شكرا على اللائحة. تبارك الله عليك. نعم. عانك الله. تفضل. واحد دقيقة أستاذ. أنا شي سي قدان، اسمح لي عندي ديرونجمون. عندي ما نقول لك بخصوص الممثلة، ولكن ما عرفتش واش هادشي واش يفيدكم ولا ما يفيدكمش. أي حاجة كتبان لك أنت بسيطة بالنسبة لي تكون مهمة. حق عليا الكوميسارية. المهم غتكون الكوميساريه، بقيت كنتسنى في الطوموبيله ديالي. قلت مع راسي الا ما نزلاتش من بعد نص ساعه ندخل نسول عليها. حتى انا كنعرف الناس هنايا، عرف واحد الانسبكتور سميتو حسني، طويل وغليظ. المهم ما عليناش. شوف هي وهي تخرج، خرجت وانا نتبعها بعينيا حتى التليفون هذا اللي في راس الشارع ديماريت، وتسنيت حتى كملت المكالمه ونسيت وانا نمشي عندها. عرفتيها مع من تكلمت؟ لا ما سولتهاش. ومن بعد؟ من بعد مشيت عندها وخففت عليها شويه، مسكينه كانت مزيره ومضيومه وانا وانا نكتب عليها واحد القصيده. مررت على زمان غير زماني وانا تائه حيران، كم من مرة قبلتك وكم من مكان وكم من موعد بات في زمن كان. ومن بعد من بعد من بعد قلت لها عندي واحد الصديق ديالي مخرج، كنجلس معاه في القهوة بزاف، غادي نصور الفيلم ديالو قريب، نقدمو ليها ويمكن عطاها شي دور. ومن بعد عرضت عليها العشاء. رفضات. لا والله العظيم رفضت، رفضت بأداب وبلا باقة، وبغات تشد طاكسي. قلت لها لا، قلت لها أنا هنا وأنت تشدي طاكسي، قلت لها نديك فيما بغيتي. وفين وصلتيها؟ وصلتها عند هذا أستاذ دريس الزمراني، الكاتب الكبير. وعلاش كلمتيه في الطوموبيل؟ ما نكذب عليك، ما عقلتش. وبقيتي واقف حتى شفتيها بعينك دخلت للدار؟ شي اللي بان ليا وصلت حتى للكاتب، هادشي اللي درت انا. اذا من اللي حطيتيها ما مشيتيش؟ لا، هي ملي مشات بقيت كنتسنى فيها انا بزاف، كنت على امل تبدل رايها وتقبل العرضه ديالي. ولكن كيف جاكم هاد المعلومات؟ مهمه ياك؟ نحيت مهمه مهمه. المهم شوف، لا تكون نسيتي شي حاجه اخرى باغي تقولها لنا. لا، انا كل شيء قلته لكم. ما عاودتش شفتيها مره اخرى من بعد؟ لا، انا قلت مع راسي زعما غدا غادي نتصل بيها، وانا كنتسنى وانا نكتب قصيده اخرى احسن من هذه. صافي، مره اخرى. لا لا، مره اخرى. تبارك الله عليك.
صباح الخير لالا. صباح الخير استاذ. مازال ناعس. الله يخليك فيقي. يلاه تفضلوا. كتخن بزاف هادشي ميني. بحال بارد بزاف. السلام عليكم. أهلا أستاذ. أهلا. أهلا أستاذ. أهلا. تفضل تفضل. شكرا. ياك لاباس؟ لا لاباس، غير بغينا نطرحوا عليك بعض الأسئلة. حولاش؟ كاين الجديد في القضية ديال جرجاع؟ مازال هاد القضية ما سالت؟ لا غير خليك انا غادي نتكلم. خذوا السكر كل واحد يعمل قياسه. انا كنشربها مسوسه. كنت قلتي لينا بلي ما لقيتيش الشتيها من بعد ما قدمتيها لذاك المخرج. تماما. ولكن في نفس الليله سي العربي داك صحفي صاحبك طلب منك باش تبيتها عندك في الدار. فعلا؟ ولكن ما جاتش. غير شوفو كان. شوف ربما تكون تفكر شي حاجه. شنو كيبان لكم انتما؟ معنى هذا انا كنكذب. انا قلت لكم ما جاتش، معناه انها ما جاتش. كون جاتكم قلت لكم جات. الله يخليك يا استاذ، بلا ما تنفعل علينا. حنا كنديروا غير خدمتنا ومن حقنا باش نسولوك ومن الواجب عليك باش تعاوننا. سمعوا، انا واحد الانسان كاتب وعندي مكانة في المجتمع، ولا بقيتوا غاديين معايا في هذه الوقاحة ديالكم، أنا مضطر نعلم جمعية حقوق الإنسان، ونعلم الصحافة، ونعلم جمعية الأدباء، وديك الساعة غادي نخلق لكم مشاكل لا حصر لها. المنظمات اللي كتكلم عليها وحتى الأمم المتحدة ما يمكنلهاش تلغي شهادة شاهد اللي وصل جنجاح حتى لعندكم هنا لباب الدار. شاهد؟ شكون هو هذا الشاهد هذا؟ غادي تعرف عليه في الوقت المناسب. وقبل ما ننسى أستاذ، شكرا يا أستاذنا المحترم. على إيش؟ على الوقاحة ديالنا. يا أنت سي إدريس، سمعتي الشهادة ديال سي بن موسى؟ شنو التعقيب ديالك؟ هاد السيد هذا كانت هذيك جنجا كتبان ليه صيد ثمين، وبدا كيتسناها حتى تخرج من عندكم، وبلا شك غادي يكون عرض عليها باش يمشي معاه وبزز عليها وضايقها، وهي باش تخلص منه طلبت منه باش يوصلها لعندي. انا ما كنفرجش نفسي على شي حد، وكنحترم المراه وتنكتب لها الشعر. انا ما قلتش انك ما كنحترمش المراه، ولكن يمكن تنصب ليها فخ، وإلا علاش غادي تسناها في باب الكوميساريات تخرج؟ ها؟ هذا كله احترام للمرأة. أنت كنت كتسناها لأنك كنت كتعرفها بلي كتعيش في ظروف صعبة وبغيتي تستغلها. ما تنساش السي إدريس ملي خرجت من عندنا اتصلت بداك صاحبك الصحفي اللي اتصل بك وطلب منك باش تبيتها عندك في الدار. إيه ولكن ما جاتش. وأنا غالبا ما كندوز الأمسيات ديالي على برا. تفكر مزيان. واش شفتيها حتى دخلات؟ انا الى عقلي نفعني وصلتها حتى لراس الدرب. اذا ما شفتهاش خلات؟ ولكن هي قالت لي وصلني عند السيد، كيفاش ما غادخلش عنده؟ جاوب على سؤال السيد العميد. انا بقيت في الطوموبيل، بقيت نتبعها بعيني حتى غبرات، مابقاتش كتبان، الدنيا كانت مظلمه. سي إدريس، ملي كتخرج من الدار شكون اللي كيبقى فيها؟ حنا في ذاك الوقت اللي كنتكلموا عليه دابا، انا كنت باقي ما تزوجت شي، وكنت يعني كنخرج والامسيات ديالي كلها كندوزها على برا، لهذا الدار كتبقى خاويه ما فيها حد. ربما انها دقات ما لقات حتى شي حد ومشات شي بلاصه اخرى. غالبا هذا الشيء اللي وقع. انت
تفضل يا سيدي. قلت لك هذاك العمل الاخر انا قريته تبارك الله، طريقه الكتابه شيء جميل. نعم اذكر عجبني، كان رائع. ونتمنى على الله تعطينا شي حاجه اكثر من هذا الشيء يا استاذ. لا 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 دويت مع البارح، عطينا تعليمات الامور غادي مزيان. لا 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 ايكوت، من الاحسن انا عيط لك. اشتغل 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 داكور ماشي. اندرا شفتي الكاتب؟ نعم شفتو البارح. شنو دار لك؟ انا كنظن بلي المجموعه ديال التحقيقات اللي درنا كتوصلنا ديما ليه. انا التقرير اللي طلعت عليه كيبان لي على ان لابيس اللي مشيتي فيها ديال الكاتب مقتنعش بها. من الاحسن ترجع لزرو وتعمق البحث ديالك في محيط الضحيه. ما كنظنش بلي الاتجاه غادي يبعدنا على لابيس الاولانيه. لا 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 اعتقد انا غادي نعيط لكم يا سير رشيد باش يتسناك. فاطمة الصفر نقطة جنجة كان في إثرام، ولكن على كل حال نقدم لكم جميع المساعدات. شكرا. مرحبا أزل. بارك الله فيك. ضابط القدام مفتش عمر. أهلا وسهلا. كي داير؟ لاباس الحمد لله صحة. ولفتي شي درك شوية بوحدك ولا مع الدراري؟ لا بوحدي هنا، الوليدات خليتهم في مكنس. صعيب اسيدي تبارك الله. كاين البرد هنا. مرحبا. إذا كتعرفوا بعضياتكم. الله يودي خدمنا كثير جبال. ونخليكم تنسقوا بعضياتكم. تكلم فيهم مازال. شكرا. شكرا. ماشي بالضروره داك الشيء كان خصو الضابط يكبر. على احتراماتي. اهلا سي زعفر. تفضل. لاباس لاباس. اش تشرب؟ واحد البليله تاعي. خويا واحد البليله ديالها تي الله يرضي عليك. ايوا فين وصلت؟ من بعد ما تلاقيت بالمفتش عمر طبخنا صاحبنا مزيان واعترف لنا بانها كانت كتعطي الفلوس باش ينشر ليها الصور ديالها في الجريده ديالو. اه وحاجه اخرى كان كيوعدها بال قلت لك كان كيوعدها باش يدير معاها مجموعه من الحوارات ويقدمها الناس مهمين في البلاد. اذا على هذا الحساب كانت غير صاحبته؟ لا لا بالنسبه ليه كانت دجاجه بكمونه. وشنو يمكن لكم تقولوا لي على حالتها الماديه؟ كانت عامره فلوس. خلات في الكونطه ديالها اكثر من 3 ديال المليار. 3 المليار. 3 المليار. مين جاو هاد الفلوس؟ كانت مرت محطير اكبر مهرب ديال الحشيش في البلاد. وهاد الشيء ما شككتش فيها اللي هي كانت وراء هاد الاختفاء ديالو؟ لا كنا كنقولوا بانه هربان لانه كان روشيرش. هربان.
أهلا الحجة. أهلا ولدي. عقلت عليا؟ هي عقلت عليك. معكم شي خبر على فاطمة بنتي؟ جينا على ديك القضية ديال بنتك، واش يمكننا ندخلو؟ مرحبا مرحبا، تفضلوا زيدوا. مرحبا ولدي، زيدوا سيادي زيدوا، مرحبا بكم. أحيان يا وليدي، ربيتها بحال بنيتي، تمنيت نقريها ونشوفها كيف بغيت، ساعة الله غالب. بينك انت كتعاملي معاها مزيان، حيت تهلات فيك وشريت لك الدار. المهم دابا اللي بغينا نعرفوا الوالدة هو فاطمة نهار مشات الإفران ما عاودتش اتصلت بك، ما بقيتيش سمعتي عليها شي أخبار. والو يا ولدي، وتقول بلعتها الأرض. كنتي عارفة بلي قتلات راجلها ودفناتو في الجردة ديال الفيلا؟ لا ولدي، ما عمر فاطمة تقتلها ولدي، وما تقدرش ديرها. انتم راكم كتعرفوا راجلها حمو الطير، يقدوش عليه دوك اللي كيبيعوا ويشريوا معاه الحشيش. عساك فاطمة بنيتي. واخا نفرضوا باللي ماشي فاطمة اللي قتلت راجلها ودفناتو في الجردة ديال الفيلا ديالها، شكون في رأيك اللي عنده مصلحة في انه يقتل محمد الطير؟ يقدر يكون شي حد من هادوك اللي كي يبيع معاهم الحشيش، حيت في الوقت اللي كتكون عنده شي بيع وشري معاهم كيصيفط ليا بنتي 10 ايام 15 يوم وكثار. قلتي يمكن شي واحد من صحابو اللي قتلو هذوك اللي كانوا كيتبزنسوا معاه، كتعرفي شي واحد فيهم؟ عطينا شي سميه. ولدي انا ما تنعرفهمش باش نعرف سمياتهم. غير حاولي حاولي الوالده باش تفكري، زعما فاطمه ما عمرها ما عاودت لك شي حاجه، ما عمرها ما كانت كتحتت معاك، زعما السر ديال الدريه كيكون مع امها. ها وحاولي تساعدينا باش حتى حنا نلقاوها وردوها لك. صافي الحاجه اسمحي لينا، الله يعاونك في الساعه. ايوا واش غادي نقول لكم ولدي؟ انا ما نقدر نقول لكم حتى شي حاجه، ما نقدر نظلم حتى شي واحد. نتوما كتعرفوا محار الطير قبل ما يموت في الوقت اللي كانوا تيقولوا عليه هربان، بنتي كانت كتخاف من واحد من صحابه، كانوا تيقولوا ليها سميتو الفرادي، سميتو الفرادي. فرادي؟ اي هذاك الفرادي. صافي الله يعاونك الحاجة، سمحي لينا. هذاك الفرادي. ياك تحكمت الزهر ماك باقي تاباني، جا معاك الحبس هكذا احسن من قبل ما نشدوك. كنقدم ليك الضابط يقدان مفتيش عمر. تشرفي. قالوا لي مهلاين فيك هنا، المهم غادي تعاون معاهم. مرتاح؟ الحبس هو الحبس. شوف فاطمة الصفر كتعرفها؟ شكون فاطمة الصفر؟ بلا ما نضحكوا على بعضياتنا، غادي نجيك من الاخر، غادي تجاوبنا وتعاون معنا، ولا غادي نهضر معاهم باش يتهلاو فيك مزيان. شو بغيتيني نقول لك؟ غادي تجاوبنا على الاسئله ديالنا. فاطمة الصفر مرات محار طير صاحبك، فين خبرات؟ فين خبرات؟ اش خبرات؟ انا عندي امر وحيد هو اني اللي تكمل المده الحبسيه ديالي نخرج ونبحمل وتنتل وتن. شنو دارت لك؟ حيت ندبحها وتشدوني عاد سوني اش دارت لي. على حسب الرابور ديال النهار الاول فاش تشديتي، شديتي انت والعصابه في عمليه تسمات بعمليه الطياره انت والصبريونيين. فاطمه كانت عارفه بلي راجلها غابر محطير، في نظرك
شنو السبب اللي خلات صيفط هذه الرساله المجهوله للبوليس؟ السبب واضح، هو انا كنت عارف اني غادي نكتشف شكون اللي كان ورا اختفاء موحى، وانا الوحيد اللي كنت عارفه انه غادي يتزوج عليها. اذا قتلته حيت كان غادي يتزوج عليها؟ كان غادي يتزوج عليها لانها ما كانتش كتولد، وبما ان الفلوس ديالو دارها بسميته في البنك قتلته ودفناته وقالت بلي هرب. حنا ديك الساعه كنا كنهيئوا العمليه ديال الطياره، كان من المفروض ان موحى يكون مشى لصبانيا باش ينسق مع الصبريون، حتى مات هي الظرف وقتلاته. حتى حنا كنت يحسب لينا هرب. بون، على حسب ما فهمت ان محطير ما كان كيخبي والو على مراته، وهي كانت عارفة بالعملية ديال الطيارة مع الصبريون، في نفس الوقت عارفة باللي موحى الطير غابر. إذا الهدف ديالها من أنها تصيفط الرسالة للبوليس هو طيح كنتا. هادشي اللي كاين. ودابا فينا فاطمة؟ شكون عارف؟ شكون قتلتيها؟ أولا صيفطتي لها شي واحد يصفيها. أمنيتي هي تكون مازال على قيد الحياة، ما سبق لي حتى شي حد لقتلها. شكون كظن كيتمنى شي نهار يقتلها؟ المافيا كلها، وبالاخص صبريون، النص فيهم راهم معنا هنا. مشات لهم طياره. زعل شو خلص؟ تفضل. السلام عليكم. مرحبا. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا. بس عليك. تفضلوا. شي زوين عندكم تبارك الله. هو غير شويه على قد الحال، جريده محليه راكم عارفين. غتكون هذه شي زياره عمل. جينا خصيصا نشوفوك لان انت كنتي اخر واحد شفتي جنجاع ملي جات الافران، وكانت عندك علاقه قديمه معها. مع الاسف، مع الاسف كانت عندي علاقه مع امراه قاتله، سفاكة دماء، مجرمة، ولكن مع ذلك حتى أنا مهموم باش نعرف مصيرها، وأنا راه الإشارة في أي حاجة. مزيان أستاذ، كيفاش تفسر لنا امرأة مزوجة بأكبر مهرب ديال الحشيش وكتعيش في واحد العالم كله سخ جهة الفكرة ديال التمثيل؟ أظن سبق وشرحت لكم ملي اكتشفوا انها قتلت الزوج ديالها يعني البعل ديالها، اضطربت عصبيا وجاءت لواحد الاخصائي نفساني عالم بسلوك البشر، فسامحه الله عوض ان يفرق بين جنون الابداع وجنون البقر، يعني الاضطرابات العصبيه والنفسيه والسلوكيه، وهنا ارسلها باش دير التمثيل. كأن التمثيل مستشفى للأمراض العقلية والعصبية والنفسية، مفهوم؟ إذن التجأت لواحد الفرقة ديال المسرح الهوات، وظنت راسها أنها غادي تصبح نجمة كبيرة. وما جات طلبت منك المساعدة؟ وساعدتها لا أقل ولا أكثر. أستاذ، العلاقة اللي كانت عندك مع جنجة كان كيعلم بها شي حد آخر؟ أرجوكم لا تحملوا علاقتي بفاطمة أكثر مما تحتمل. مراتك كانت في خبار هذه العلاقة؟ السيد الضابط يقضان، أظن إذا اتبعت هذا الطريق فستضل ستضل البحث. كيفاش تعرفتي على امرأة مزوجة مع أكبر مهرب ديال الحشيش؟ واش ما خفتيش؟ الله يخليكم الله يخليكم، راه ملي تعرفت عليها كانت بلا بعل، يعني بلا زوج، يعني بلا رجل. واخا
المهم نبقاو على اتصال، مفهوم؟ مفهوم. الله يعاونك. جنون البقر وجنون الابداع. سي بون سي بون، هادشي اللي غادي يكون، اما تخطفات واما تقتلات من طرف العصابه اللي كان رجلها كيخدم معاهم. الله يخليكم، غادي تشوفوا لي الكاتب وغتقدموا لي الاعتذار ديالنا على الازعاج اللي سببنا ليه. صباح مريض، راك يموت. صباح خير. Allô. Sabah Nour Oustad. Sabah Al-Khair. Je vous appelle pour m'excuser du dérangement que nous vous avons causé. Ana daba kentkel mak qari el koutoub dialkoum. Ila kent chi tfadl hada el mushkila hiya khlatni ntala al koutoub dialkoum. Ma kanظنش اتصلت بيا غير باش تقول لي هذا الكلام. باش نقول لك هذا الكلام وباش ننبهك من داك صاحبك الصحفي. لان استغل جنجا وكيتلعب بالاسم ديالكم. شكرا لانك حضرتني. جو كرو كو لافير اي كلوز. جانجا فيفي دون ان موند مافيو وكنظن الا تقتلات غتكون تقتلات دون ان ريلومون دو كونت. ولقيتو القبض على القاتل؟ لا مازال. جو فو دوموند دو نوز اكسكوزي انكور اون ديرنيير فوا. مع السلامه ستي. مع السلامه. لاباس عليك؟ الحمد لله. ومبروك عليك هاد الشتا. مبروك علينا كون، رحنا شحال هادي وحنا كنتسناو هاد الشي وطيح. الحمد لله. قولي لي بعدا واش جبتي لي كسوة؟ طبيعة الحال. ريها لي. هي هي غتجيك غزالة يا الحبيبة. انتي شوفي انا قديتها. ولكن بوحدها تلبس في هاد البرد صعيب بزاف. لا خاصك غير شي مونطو فيغيغ غتجيك اللبسة هي هاديك. مونطو فيغيغ. تمشي تقيسيها؟ أيه يلا. الو استاذ عواطف لاباس؟ لاباس الحمد لله. شوفي الله يخليك، راني تلاقيت مع واحد السيده صديق ديالي، صديق قديم سي عبد الصمد. شوف راني ما يمكنليش نعاود نجي للدار باش ناخذك. دابا شوف كيفاش دبري حالك وخلطي عنا للسينما باش نشوفوا الفيلم جماعة. واخا رانا غنخلط عليك. سلام. لا لا صافي انا واخا ان شاء الله. داكور داكور كان من بعد غادي نهضر معاك. الله يعاونك. بسلامة. ميرسي. اهلا اهلا. مس عليك. صحتك لاباس؟ حتى لعبات يا خويا. ضرك على البرد اخويا. اش غادي نقول لك، ما عمر افران ما عرفت بحال هذا البرد. المغرب كله ما عمر عرف هذا البرد. قول لي تمشي معايا نشوف لا بروميير ديال الفيلم. شنو الفيلم؟
ملي صورنا انا اليوم كاين لا بروميير اليوم ايه ولكن انا ما معروضش المعروض العرس ما كاينه بلاصتك زعما نشرب لا لا كاين لا بروميير يكون الممثلين ولي زانفيتي يسلموا عليك غيشموا فيك الريحه جيب لينا شي حليب بلويزه صافي محمد شي حليب بلويزه الله يرضي عليك او لا هذا البرد فيك واو اهلا مرحبا بالكتيب الكبير ديالنا اهلا وسهلا بك جاك الفيلم ها جاك اخويا فيلم موال اول مره كنشوف فيلم مغربي زوين قصه متماسكه سي ادريس كيكتب مزيان تبارك الله عليه ايها الحضور الكريم اقدم لكم الكاتب الكبير ادريس زمراني وكذلك الطاقم الفني والتقني تفضل تفضل بيا الله يمعك لا لا سير انت لا حتى انت راكي مشاركة بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع ثروتنا الطبيعية تحت شعار لتحيا شجرة الأرز إنما يقع اليوم في العالم هو كارثة طبيعية أصلها عدم احترام البيئة بصفة عامة والغابة بصفة خاصة إن القانون الغابوي الذي يجري به العمل منذ عهد الحماية لا بد من تغييره لأنه كان يخدم مصالح المستعمر وتعويضه بقانون يحمي الثروة الغبوية المغربية ويحافظ عليها من الانكثار فالغابات هي مأوى 80% على الأقل من التنوع البيولوجي الأرضي المتبقي على مستوى العالم تبارك الله عليكم سيدتي الله يبارك فيك الفيلم كان رائع رائع جدا بارك الله فيك هذا عجبكم الفيلم هذا باش تنهنيك استاذ شكرا الفيلم رائع بارك الله رائع بزاف يلا انت بارك الله اش هاد المصيبة عاوتاني شفتي علينا يا هاد المرأة؟ ها؟ مالكي عاوتاني لبستي هاد المنطو؟ أنا ما كنتش كنعتقد بلي هاد المنطو باقي عندنا في الدار. مصحابي جا نتلاقى المفتش في العرض وزيدون القضية تسالات والضابط اعتذر ليك. أنا فرضو كاع سالات. ها أنت عاوتاني فتحتيها علينا من جديد. قدروا عاوتاني يجيو لهنا. طبعاً من غدا غادي يصبح علينا هنايا، من غدا غادي يصبح عليك هنايا. مصيبة هادي يا ربي مصيبة. السلام عليكم. عليكم السلام. عندنا إذن باش نفتشوا الدار. تفضلوا تفضلوا. أبدا علاش غاتفاجئني مادام عندكم إذن. تفضلوا. فولو اللي كنتي لابسه نهار العرض فين هو؟ علاش بغيتوه؟
يمكن هو نفس المونطو اللي كانت لابسه جنجه النهار اللي جات لكم للدار. خلقوا من الشبهي 40، المعمل اللي صوبوا ما غاديش يكون صوب غير واحد. تسمع التخبه بجرده هذول الناس ديالنا. سير حلي اليوم. واحد يمشي ليه ورا الشجره اللي ليه. ضابط قدان إذا سمحتي هالطراب بلي هشيش ماشي بحال الطراب الاخر ديال الجرده. وهذا الربيع غير محطوط. اذا كيظهر لي بحال هاد الحفره هادي محفوره جديد معاودة مردو معاود بلا شك. يلا سيدنا أرضك العتلة هنا، قلبوا معايا هاد الحفرة هنايا. حفر لقينا في الجردة شي بلاصة عاد كتحفرات والغرس اللي فيها ما فيهش جدور. وعلاش قلنا حفرت تماك؟ كنت عارفنا بلي غادي نجيو نفتشو في الدار. حولتي الشتة ديال جنجة ودرتيها في شي بلاصة أخرى. على ما كيظهر أنت مأطر بالمفتش كولومبو. وأنت كتستافد من الأبحاث ديالنا باش كتكتب الكتب ديالك. علاش لا؟ حسب نظرك فين غادي يكون عاود دفنت هذيك الجرده؟ الجرده ديال الكبيره يمكن تكون دفنتيها تحت هذيك الشجره ديال الصفر. ما غاديش ندير فيك راسي. قول لي بغيتي. سعد الضابط يخدم لقينا هادشي في الجردة. هذا قطيب ديال شي مني. وهادي هي بلاصتك فين لقيتيه؟ مدفون في قلب الحفرة على بعد مترو ديال الغرق. عجب فين لقيتيه؟ هذا كان مضر لينا. ما كنظنش يا استاذ ان شي حاجه كتكون مضره كتكون مخبيه في حفره غارقه بمترو تحت الارض في الجرده. الحاجه اللي كدفع يمكن تكون مضره تحت الارض فوق الارض بحال بحال. الا سمحتي يا سعاده الضابط هذا الشيء اللي هو تافه في عين الاستاذ مهم بالنسبه لنا، واش ممكن نحتفظوا به؟ غادي نحتفظوا به وغادي ناخذوا حتى داك المونطو فوقيه. واخا لا سير سير اعطيهم لك المونطو سير. في تلك الليلة المشؤومة كنا معا في الصالة المضاءة بنور خافت. الشاعر عواطف التي لم تكن بعد زوجتي كانت مسترخية بين الوسائد وأنا أمامها في نفس الوضعية. وفي هذه الأثناء رن جرس الباب حيث كانت عواطف تقرأ علي قصيدتها. يرخي الليل سدوله على زمان غير زمان، فتتكئ على صدري وعيناك مغمضتان. الله الله.
يمر الزمان على أهل غير أهلي، وأنا باحثة ولهانة همستك ومشيت على صدرك مشية الخائفة الولهانة. الله الله، كم من مرة قبلتك. عفوا، شو كنت تقالين في هذا الليل؟ تذكرت هذا واحد سيد صديق ديالي صحافي سي العربي، وصل ليا مسكين من أزرو قال لي ودي على محل ما خصنيش نخليها تبات على برا، اسمحي لي. ما تحل حد عافاك، خلينا غير بشوجه هكذا الراس في الراس. عفوا حبيبي، ما تحرمنيش من هذه الجلسه الحميميه. تفضلي تفضلي تفضلي. اسمح لي يا أستاذ على هذا الإزعاج، أنا في الحقيقة محرجة. قولي لي أش نعمل معك المخرج؟ والو، ما لقى لي حتى شي دور مناسب، وكنت باغي نمشي لأزرو ولكن ما لقيتش تاكسي، واتصلت بالعربي وقال لي سيري باتي عند الكاتب، وقال لي راه غيتصل بك. ايه هو في الحقيقة اتصل بيا، فعلا اتصل بيا. انا دابا معايا واحد الصديقة ديالي على بحال. تفضلي تفضلي تفضلي. تفضلي. اش هاد الجلسة مكرفصة في الأرض؟ مآلنا جميعا إلى الأرض. تفضلي تفضلي. هذه الممثلة جانجا اللي تكلمت لك عليها، وهذه الأديبة الشاعرة عواطف. تشربي شي حاجة؟ ما كنشربش الشراب. جانجا كانت غادي تمشي لأزرو، ما لقاتش الطاكسيات مشاو عليها. صديقي سي العربي الصحافي طلب مني باش ندوز عندنا هاد الليله وتبات حتى للصباح. مرحبا. كملي 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 القراءه ديال الشعر اللي كنتي كتقولي بلي اسمعي. واخا، انا غنسمعك هاد المقطع. أدخلتني سياق النسيان وأنا في عينيك أنام. الله الله. أرى في عينيك حزن والحزن باق من زمان. فلم الشطحات وأنت تعرف أني لا أرقص إلا في الظلام. ولم البكاء على حبيب ليس له مكان. مالك لاباس؟ هذا الشعر هذا كيفاش كتسمح الوقيحة بحال هادي تدخل لدارك؟ عواطف الله يخليك، انا هادشي غير على وجه صاحبي الصحفي سي العربي، هذاك الشيء باش دخلت عندنا. صبري شويه الله يخليك، غدا غتمشي بحالها، وانت الله يخليك جلسي بادب كل خرج انا بحالك. الكوميساريه ما تعاملوش معايا بحال هكذا، ما لحقاش نضحك. ضحك بلا سبب من قله الاداب. تبدات ما كنهضرش معاك. شوف، الا كانت هاد المخلوقه غتبات هنا انا غنمشي بحالي دابا. انا ماشي مخلوقه، انا لالاك سيدك. ولا كنت انت شاعره ديال شتريال؟ انا فنانه كبيره والعالم كله كيعرفني. فو على الفنانه الا كان دايرين فيهم بحالك هكذا. احسن منك قصيتهم بيدي. هذا
تقراي اليوم؟ هذا ديوان ديال ابو القاسم الشابي، الشاعر التونسي. اسمعيني شي حاجه منه. واخا. عذبة انت كالطفولة، كالصباح الجديد، كالسماء الضحوك، كالليلة القمراء، كالورد، كابتسام الوليد. لكن عبرت القصيدة هائلة. تابعي. لقد كنت متشككا في أن المعطف لجهنجاه، إلى أن أكدت لي زوجتي ذلك بعد عودتنا من الحفل. لم أترك لها فرصة لتبرير فعلتها، فالمرأة هي المرأة ولو كانت شاعرة. كنت متأكدا أن البوليس سيقومون بتفتيش بيتي. أخرجت رفاة جنجاه من الحديقة وأعدت دفنه في المزهريتين على جانب الباب. أنا ذاهب، فلما البكاء على حبيب لم يكن له مكاني؟ أنا المجدوب، حالتي تشفي غليل كل عدو لانتقامي، وكلامي كالصاعقة يدمر كل إنساني. أنا المجدوب سبب امرأة، فإياك أن تثق بحب امرأة، فحبها مبيت غادر كالزمان. محكمة. إدريس الزمراني، واش عندك شي حاجة ما تضيف قبل إصدار الحكم؟ يداي هاتان بريئتين من دم فاطمة الأصفر الملقبة بجنجاه. لقد كان موتها مجرد حادث، لم تكن لي فيه نية مسبقة لقتلها سيدي، ومع ذلك شاء القدر أن تموت في بيتي. لقد دونت هذه الأشياء قربان الكتابة عندما دفنتها في حديقة منزلي. أنا لا أنتظر العفو من عدالة البشر، بل أنتظره من عدالة التاريخ، فهو القادر على إنصاف سيدي. المحكمة أقصى درجات التخفيف، وحكم على الكاتب وزوجته بخمس سنوات سجنا، قضيا منها سنتين فقط. كتب خلالهما الكاتب روايته الضخمة جنجاه، التي حققت نجاحا جماهيريا ساحقا وترجمت إلى عدة لغات.